رئيس الحكومة يطمئن المغاربة بخصوص أسعار المواد الاستهلاكية. طمأن رئيس الحكومة عزيز خنوش المواطنين المغاربة بخصوص أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية، مؤكدا أن الدولة تمكنت من الحفاظ على استقرار معظمها، مرجعا سبب الزيادة المسجلة في أثمنة بعض المواد إلى تداعيات جائحة كوفيد. وأشار أخنوش خلال حلوله مساء أمس اليوم الأربعاء ضيفا على القناتين الأولى والثانية للحديث عن حصيلة الحكومة في 100 يوم الأولى من عمرها إلى أن معدل التضخم في المغرب لا يتجاوز 1.8%، فيما بلغ في دول أخرى نسبا قياسية تجاوزت 35%. وأضاف رئيس الحكومة إلى أن المحروقات وبعض المواد الأولية ضمن المواد التي عرفت ارتفاعا في الأسعار والتي اعتبرها مؤقتة، مرجعا السبب إلى تأثر سلاسل الإنتاج بظروف الجائحة، إما بنقص للعرض في السوق الدولية بسبب إغلاق في جهة ما أو ارتفاع الطلب بعد إعادة الفتح.